السوداني. وهنا أنا شوف هاي النقطة اللي ركز عليها، إذا زميل مخرج تروح للمادة اللي بيها السوداني جاي يحكي كلمة، بس خذ ليها بلا صوت، خذ ليها فيديو بلا صوت. باين عليه، باين عليه السهر والتعب انه كان في جولة مكوكية، لكن ما رجع حتى يرتاح، ما قال انطوني مثلا راحة كم يوم، وانما يعني واضح جدا من شكل الاخ السوداني، من الهالة السوداء تحت عينيه، من وجه انه الرجل اجا من هذه الرحلة الأوروبية وهذه اللقاءات المكوكية المستمرة ليعود إلى بغداد ليعقد اجتماعات مهمة، ومنها أنه زار مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي. هذا المشروع متلكئ من 2015، يعني كل واحد يمر قدام البناية، خلينا نشوف والله الفيديو، كل واحد يروح البناية يسأل له شنو القصة، يعني من 2015 مستشفى ما قدرنا نكملها، شنو الأمور؟ فهو راح بنفسه ومعه معالي وزير الداخلية، الفريق أو الركن البطل عبد الأمير الشمري، وعدد من الشخصيات المختصة، ومنها يعني سيادة الدكتور سعد معن. وشاف هاي المستشفى وشاف أنه متلكئة، صارها يعني ايش قال راح يصير 8 سنين. هنا نتكلم برسالة مهمة، خلي نشوف ايش قال بكلمته المباشرة، وعندنا تعقيب. ثمن جهود الأخوة جميعا، وزارة الداخلية الشركة المنفذة، على هذا العمل لهذا المشروع المتوقف للأسف في هذا الموقع الحيوي اللي الكل تروح وتجي تشوف شنو هذه البناية من 2015 لحد الآن باقية. هذا حال المشاريع المتلكئة في كل أنحاء البلد. احنا كحكومة انطينا أولوية لهذه المشاريع المتلكية وإكمالها وحل كل المشاكل اللي تعتبر تنفيذها. في مسألة المستشفيات بشكل عام هذه أولوية بالنسبة للحكومة. دا تلاحظون أغلب نشاطنا مركزين على الجانب الصحي، على المستشفيات المتلكية أو المستشفيات الجديدة أو الأمور الخاصة بتوفير متطلبات العلاج والأدوية والمستلزمات والأجهزة. وكذلك بدأنا بتجربة لأول مرة راح تنفذ إن شاء الله، هو في إيجاد مؤسسات صحية مختصة في الإدارة والتشغيل، إدارة وتشغيل المستشفيات وفق أحدث ما توصلت إليه الخدمات الطبية العلاجية الصحية. ومثل ما عرفتوا احنا بدينا بست مستشفيات قدمت لها مؤسسات صحيه معروفه، شركات مختصه الايطاليه من ضمنها هذه اللي راح تتفق معاكم على هذا المستشفى، وكذلك مؤسسات عربيه اخرى واجنبيه. راح ناخذ تجربه في هذه الستة مستشفيات ونشوف مستوى الخدمات اللي تقدم هذه المؤسسات للمواطنين، وممكن تعمم على باقي المستشفيات. في الداخليه نفس التوجه، بالعكس ممكن القضية تكون أكثر إلحاحا. أولا الداخلية اليوم عندها برنامج الإخلاء الطبي والعلاج في مراكز ومستشفيات خارج العراق، جرحى وحالات خاصة تكلف في الصندوق وموازنة الوزارة مبالغ طائلة، فضلا أنه أنت شوف حجم المعاناة المنتسب اللي يسافر وعائلته ووضعه. كذلك البعد الاقتصادي، أنا ليش أطلع هذه الكتلة النقدية من البلد؟ هو يجي هذا الكادر الأجنبي المتخصص يجي هنا، أوفر له المستشفى، أوفر له الأجهزة، وأخليه يقدم الخدمة، وفيها من المزايا الاقتصادية على مختلف المجالات. فالدعم هنا لهذا التوجه مضاعف. الدفاع أيضا، مستشفى الحسين أيضا احنا بصدد البحث أو النقاش مع إحدى المؤسسات المختصة. منتسبي قوى الأمن الداخلي لهم رعاية خاصة، واجبنا احنا كدولة اليوم يتصدون لمختلف التحديات الأمنية، واجب الدولة واجب وزارة الداخلية أنه توفر لهم أفضل سبل الرعاية الصحية والعلاجية والطبية. هذا واجبنا تجاه من يقدم نفسه تضحية وفداء وبطولة من أجل الأمن والاستقرار في البلد.